نحكيه على الخمسينية المهرجان قليبيا، يعني صحيح أنه يمكن محور كبير هو علاقة المهرجان بالسلطة من التأسيس، كان 62 تأسس، كانت العشرية الأولى 60-70 كلها فترة حسن بوزريفة اللي هو مؤسس جمعية الشباب السينمائي التونسي، ولو كانت هي علاقة طبيعية لكن شابتها بعض الأحيان، يعني عدة مشاكل. أتذكر في كان 67 وزارة الثقافة رزت 100 دينار لتنظيم مهرجان دول، وهذا أثار حفيظة محمد الدنيس الممثل الكبير، كان في المكتب الجامعي للجمعية وقال أنه ما هوش معقول أنه مهرجان بالقيمة هذه ويكون معناه وزارة الثقافة تموله ب 100 دينار منها. في 68 ظهر فيلم لروى بتاع مصر بالمراد اللي يعني كان يطرق موضوع السلطة المطلقة، وهنا معناها البورقيبة، وكان الفيلم هذا يعمل ضجة لأنه كان معناها فيه معناها نوعا ما تهكم على السلطة المطلقة وبورقيبة وفي الوقت ذاك، وحبوا يحاولوا حتى يخبيوه الفيلم على الشادي القليبي. وقت جاء في اختتام مهرجان صفاقس فطاهر شبيعة كان موجود، قال لهم حطوا شنو الفيلم نور، قالوا له الملك شافه، قال لهم لا طلعوا الجزئين بري حطوه هيكزيكو، اذا كان حتى طلبوه للوزير طلبوا باش يشوفوا وريوا الفيلم الثاني اللي خذا الجائزه الاولى. محطة هامة نشوف 68، وتعرف أنه 168 وتأثيرها، وبدأت الجامعة في من الـ يعني المركزية المشتتة نوعا ما إلى دمقراطة هياكل الجامعة التونسية للسينمائيين الهوات في 72 مثلا، كذلك يعني علاقة وزارة الثقافة بالجامعة لأنه رضا الباهي كان عمل فيلم أول فيلم تاعه لحسين تردي، كان شارك في سيناريوهات كما لا بوبي كما صابرة عدة أفلام، لكن أول فيلم تاعه هو وقت عمره 17-18 سنة، ف يعني الفيلم هذايا كذلك كما الملك كان عمل يعني نوعا ما مشاكل مع السلطة، والوقت عدى في 73 كيف كيف عاد في قليبيا، ففي الوقت هذاك تجاني زليلة مدير سينما وزارة الثقافة معناها جاب له كرهبة متاع الشرطة واللواج، قال له ما تروح القروان ولا تمشي. 73 كان محطة زادة كبيرة، لأن كما قلت السلطة في الوقت هذاك شافت أنه فما حركة ديمقراطية ناشئة ثقافية مع نوادي السينما بالطبيعة، ويقلق يعني فما حرية تعبير يعني ما فماش حواجز، فحبت وزارة الثقافة تسيطر وتنظم هي مهرجان قليبيا. وفي 75 نجم تقول نكسة، أنا كنت حتى في الهيئة المديرة وكنا دي سيكون، هي الجامعة كانت معناها اون ديزيام ليو والوزارة هي تنظم المهرجان. 77 ما قعدتش الدورة، علاش؟ لأنه فما صراع بين وزارة الثقافة والجامعة التونسية للسينمائيين الهوات، وحبوا يعني حبينا نعملوا قانون شكون ينظم، يندر الجامعة ولا الوزارة. 79 نجم نقول هنا اون غراند كوز، وهنا أنا بدي كنت حاضر في كتابة نص يعني القانون العام، وكان معنا الطاهر جيجا الله يرحمه، هو ممثل الوزارة ويفوهير كان عاوننا، وكان يعني ديمقراط نوعا ما منفتح الآراء اللي قلناهم له، قال عندكم حق انتم تنظم وإحنا نعاونوه. 79 كان منعرج زادة كيف كيف، لأنه في الوقت هذاك طرحت مسألة الرقابة وفيلم
ليزانفالي تعرض في موجود اللي كيف كيف شفت السلطه اللي هو اسمه يتمنع نجيب عياد رئيس لجنه التحكيم قرا هو على لي زاتوندي دي بالماريس وذكر في الوقت هذاك الافلام اللي شاهدها هو كرئيس لجنه التحكيم قال هذه الافلام ذات البعد الاجتماعي والسياسي ف كيف كيف استفزت الوزير قالوا لا ما تقرناش انا وقتها في الوقت هذاك نقول بعد اجتماعي تقبل لا ما سياسي لانه حزب واحد ورئيس واحد فاستفزت الوزير وقال لا اعطيني النتائج فنجيب اصر ان مش يقرا يعني لي زاتوندو دي بالماريس ومشى وقف الوزير المهرجان وقف ما وقفش اعلان على الجوائز يوم السبت معناها في المساء هذيك توترت العلاقه والوزير وقت محمد العلاوي حتى شهر ونص ولكن بعد ربع اذا من اسباب الرئيسيه هو مهرجان قليبيه لانه السلطه القادمه فما شويه انفتاح مع مزاري نقولوا ولا بروفوني هو فيلم هذا اللي تمنع لي زانفاليد تعمل تعديته التلفزه التونسي في ملف على المعاقين في 81 ولطفي مدود كان مع المخرج اللي هو معاق وعدى الفيلم وقع انديبا وغير الفيلم هذا غير للوا 68 اللي تمنع انتداب المعاقين في المؤسسات العموميه من الوقت هذاك وبعد الملف هذاك وزير الشؤون الاجتماعيه كان حاضر و عمل الفيلم هذا يغير القانون بتاع 68 ولا كل 100 شخص في مؤسسه فيها 100 شخص تنتدب معاه 81 تعدى طبيعي 83 85 من احسن المهرجانات 87 89 كذا يعني في الاخر المقاومه افكتيمون اذا كان نقولوا بتاع المهرجان بتاع الجامعه خليت اللي مهرجان قليب يخوف اللي جا ما عادش يحب يجينا حتى وزير باللي تنحي اللي علاوي 79 ولاو يخافوا مسؤولين بيدا في قليبيا مهرجان السوق شو عملوا اللي يحبوا بن علي ما مشكلة الاثنين وقع يعني فماش ك معناها يحبوا يستحوذوا على المهرجان مثلا يقول لك يقلقهم صحيح رقابه كبيره تلقى عشرة من الناس يعملوا تقرير يعني في المسرح لو تروح على فيلم تعديات العلاقة مع وزارة الثقافة ولا مع السلطة سواء بلدية أو ولاية يعني هما فاهمين وإحنا فاهمين كما قلت لك ينجم يكون عنصر في لجنة تحكيم يأثر على الآخرين يمكن يقع هذا أما كهيئة مديرة ولا كوزارة الثقافة اعطاه التوصيات ما نظنش واحنا ما ناخذوهش بون هيك الافلام الايطاليه وكذا ما عادش تمشي لانه الناس فدت منها في التلفزيون قبل كنا كانت ما تعادش تو يفوفوا ابوار دوتر فيزيون ابوار لي شوز ابوار لي فيلم بترتيب لي فيلم اللي كنا نعملوا فيها قبل تو سي دي مودي كيما نقول تو يفوفوار اون نوفيل فيزيون دي شوز